أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى في حصادنا الإخباري السنوي لهذا العام لاستعراض ومناقشة أبرز ما فيه من ملفات وقضايا. ونبحث اليوم ملف حرية التعبير والصحافة وملاحقة السلطات في العراق لمنتقديها. معنا من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي. مرحبا بك أستاذ أحمد. إلى أي مدى يمكن التأكيد أن عام 2023 لم يختلف عن سابقيه من حيث الانتهاكات ضد الإعلام والصحفيين؟ نعم، للأسف يعني عام 2023 كان عاما أسوأ من العام الذي قبله فيما يخص أوضاع الصحفيين ومبدأ حرية التعبير والتعبير عن الرأي في العراق عن العام الماضي، حيث شهدنا خلال العام الذي ينفض أنفاسه الأخيرة في هذه الساعات تزايد القيود التي فرضتها السلطات الحكومية وتزايد الانتهاكات التي تشنها الجماعات المسلحة والجهات الحزبية ضد الناشطين وضد الصحفيين، وكذلك حتى وصل الأمر إلى ملاحقة المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم من خلال التعليقات البسيطة والمنشورات البسيطة المتواضعة في صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. إذن عام 23 عام سيء كان، شهدنا خلال هذا العام ظهور طريقة أو أسلوب أو إجراءات الحكومة العراقية في تقييد حرية التعبير من خلال ملاحقة بعض أصحاب المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إقرارهم لقانون حرية التعبير والسماح بالتجمعات البشرية في العراق. طيب سيد أحمد، ما الذي أسهم بتصاعد الانتهاكات ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام؟ يعني لو صغنا السؤال بطريقة أخرى، عندما نتحدث عن 256 انتهاكا فقط في عام 2023، لم نتحدث عن السنين التي قبله، في حين أن من المفترض أن تكون العراق بعد عام 2003، طبعا هذا الافتراض هو افتراض أمريكي، أن صورة الديمقراطية يعني عامة في العراق والتغيير الإيجابي عام في العراق، والحكومة أيضا تروج للديمقراطية وحرية التعبير، وهذا رأيناه طبعا بأم العين في ثورة الشباب 2019. نتحدث عن ما هي الأشياء التي تجعلهم يلاحقون الصحفيين، يلاحقون الإعلاميين ويستهدفونهم بشتى أنواع الاستهدافات؟ نعم أخي، يعني كما تعلم وكما يعلم أغلب العراقيون، هنالك فجوة كبيرة بين من يمسك بالسلطة اليوم وبين الأحزاب السياسية وبين الشعب العراقي، متمثلا بالأصوات الحرة التي يمتلكها العديد من الصحفيين والناشطين في العراق. هذه الفجوة هي التي تجعل الأصوات الحرة والأقلام التي تتمتع بحرية التعبير بالتعبير عن رأيهم بكل حرية وبكل جرأة ضد بعض القوى السياسية وضد الأحزاب السياسية التي تمسك بالسلطة، وكذلك ضد من يمتلك الجماعات المسلحة التي يحاول تسليطها على رقاب العراقيين. فهذه الأقلام وهذه الأصوات الحرة استمرت بفضح المشاريع الفاسدة لهذه الطغمة الحاكمة، ولذلك استمرت هذه الانتهاكات، بل أن الحكومة الحالية ومن سبقها من حكومات في العراق ذهبت إلى تأطير وتقنين هذه الإجراءات بقوانين تحاول تسليطها على من يمتلك صوت ومن يمتلك نشاط تعتقد أنه يهدد وجودها واستمرارها على الكثير من العراقيين الحكم. الكثير من العراقيين أستاذ أحمد يقولون بأن الصراع على المناصب ليس يعني لله في الله، هناك يعني العراق بلد غني وهذه المناصب تدر ملايين الدولارات، ولذلك السياسيون هم
منهمكون في الصراعات والمفاوضات من أجل هذه الصراعات والحروب فيما بينهم من أجل هذه المناصب، ليس حبا في العراقيين، ولكن الصحفي والإعلامي الذي يركز على ملفات الفساد، إلى أي مدى أربك السلطات؟ ونحن نتحدث الآن عن عمليات قمع للصحفيين. نعم أخي، بالتأكيد. يعني كما شاهدنا في الانتخابات الأخيرة، يعني هنالك كتل سياسية وهنالك مرشحين أنفقوا المليارات على حملاتهم الانتخابية، مع أنها انتخابات تسمى انتخابات محلية تخص مجالس المحافظات، وبطبيعة الحال وفي المجتمعات الطبيعية والسليمة يعني هذا المنصب هو منصب خدمي، يحاول من يحظى بمقعد في هذا المجلس أن يقدم الخدمة الميدانية للمواطنين. لكن ما يجري في العراق اليوم هو أن هذه الأحزاب تتكالب على مقاعد مجالس المحافظات، لأنها تعتقد أنها نافذة جيدة وباب جيد للحصول على أموال طائلة تغطي من خلالها نشاطاتها السياسية. لذلك عندما يقوم هي تغطي من خلالها دول، وليس نعم. فقط نشاطات سياسية. نعم. بالتأكيد لأن يعني أموال العراق ليست قليلة. أستاذ أحمد، نعم، أموال العراق اليوم في استثمارات دبي وفي استثمارات عمان وغيرها من الدول، وهذا لماذا؟ ما تناوله يعني العديد من الصحفيين، وعلى إثرها تعرضوا للملاحقة وتعرضوا لصدور أحكام قضائية تتهمهم بأنهم يحاولون إثارة الرأي العام وإثارة المشاكل وتهديد الأمن القومي، كما حصل لبعض الصحفيين والإعلاميين والناشطين في العراق. طيب سيد أحمد، الأحزاب السياسية تصر على تمرير قانون جرائم المعلوماتية، والشعب طبعا هناك رفض شعبي لتمرير قانون جرائم المعلوماتية، يعني هم بإمكانهم الآن يعني يطبقون مادة قانونية ضد أي شخص أو أي صحفي أو أي إعلامي يفضح أي فساد لأي سياسي. يعني قانون جرائم المعلوماتية هذا ما هو الهدف منه؟ طبعا هو الظاهر هو محاربة المحتوى الهابط، ولكن أثمة بواطن لهذا القانون؟ نعم بالتأكيد. يعني العديد من المنظمات المحلية وكذلك المنظمات الدولية طلبوا مناقشة محتوى هذا القانون مع السلطات العراقية ومع من يحاول اليوم فرضه على العراقيين، لأن هذا القانون يعني حمل عبارات فصاضة يحتمل تفسيرها كما يشاء من يحاول تمرير هذا القانون اليوم. لذلك العديد من الناشطين والمهتمين بملف حقوق الإنسان والقانونيين أشاروا إلى أن هذا القانون تحاول من خلاله السلطات في العراق اليوم تمريره، لأنه يسمح لها بملاحقة كل من ينتقد أداء الحكومة أو ينتقد بعض الجهات السياسية أو ينتقد أداء بعض المنتمين للحكومات المحلية والحكومة المركزية، وتحاول من خلال هذا القانون إصدار أحكام قضائية تصل إلى السجن لفترات طويلة. وشاهدنا العديد من الأمثلة اليوم أن هنالك يعني صحفيين تعرضوا لعمليات اعتقال ومطاردة وملاحقة، وصدرت بحقهم أوامر قضائية، بل أن الأمر تعدى إلى أنه قامت السلطات الحكومية بإغلاق قنوات إعلامية، مواقع على الإنترنت، وكذلك مكاتب لمحطات فضائية في بغداد، كما حصل مع قناة البغدادية. لذلك يعني هذا القانون فيه سعة كبيرة وفيه عبارات فصاضة تحاول السلطات الحكومية اليوم تطويعه بما يخدم مصالحها وتحقيق هدف إسكات كل صوت ينتقد أداء الحكومة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.